السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في قناة سمسة. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعليم نظام لينكس بعض الأوامر الجديدة، وهي ثلاثة أوامر. أولا سوف نتعلم الأمر locate، وهو الذي يقوم بالعثور على مكان أو البحث عن مكان تواجد الملف أو المجلد. نقوم بكتابة locate وثم re.txt هو هذا الذي تشاهده re.txt. الآن يقوم بالبحث عن وجود الملف. أولاً نقوم بعمل كبير وثم من تكرار الأمر كما تشاهدون نفس النتائج، ثم نقوم بعمل كبير ونذهب إلى الأمر الثاني وهو طريقة حساب الكلمات أو عدد الكلمات في المجلد والأصل وعدد البتات أي الحجم. نقوم بكتابة cat وثم re.txt أي اسم الملف ونضع عليها العلامة وثم WC وثم Enter. كما تشاهدون الآن أعطانا 0 و 11. الصفر هنا تمثل عدد الأسطر، هنا اللاين الأول أو السطر الأول يحسبه كمثال الصفر، والاثنين يعني سرمد كلمة وسعد كلمة ثانية هنا يحسب 2، والفصل هو للتعداد الكلمة الفراغ. الآن نذهب إلى 11، نذهب إلى Properties أو الخصائص كما تشاهدون 11 بيت الصايز في النهاية هنا 11 بيت. الآن لنقوم بكتابة شيء آخر، مثلا الآن نشاهد ما هو منا. الآن نقوم بتكرار الأمر وثم كما تشاهدون 5 و 6 و 20، أي الخمسة هنا لم يحسب الصفر السادس، يبدأ من الصفر، هنا صفر وهنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 وهنا السطر الخامس. لنحذف هذا السطر السادس ونشاهد ماذا سيحدث. الآن نقوم بعمل حذف وثم نقوم بتكرار الأمر، كما تشاهدون يصبح 4 رغم السطور 5 لأن حذفنا السطر السادس. الآن 10 هي عدد الكلمات، وكانت 6 هنا عدد الكلمات أيضا. نشاهد 1 2 3 4 5، لماذا هنا أصبحت 10؟ لأن أضفنا الأرقام كما تشاهدون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، و28 كما ذكرنا عدد البتات. والآن نقوم بتطبيق الأمر بشكل آخر، نقوم بكتابة WC وثم re.txt وثم enter. كما تشاهدون نفس النتيجة، والآن فقط هنا الفرق يعطينا اسم الملف. الآن نقوم بالتعلم إلى أمر جديد، وهو الأمر كتابة أكثر من أمر في سطر واحد. الآن نشاهد مثلا نرغب بالعودة CD وثم نقطعين وثم نضع الفاصلة وثم نقوم بعمل LS وثم الفاصلة مرة أخرى ونتعلم الأمر في WD. كما تشاهدون هنا يقوم بعمل CD أي العودة، وثم LS يقوم بإخراج الملفات، وثم PWD يخرج أين نحن تواجدون. وهذا كان الفيديو اليوم، نتمنى لك الاستفادة والاستمتاع في المشاهدة. نلقاكم في فيديو آخر.